بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد في محافظة العلا. وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كل من معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح ومعالي رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ومعالي وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ومعالي رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ومعالي رئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية. رافقت سمو السلامة في الحل والترحال.